مساء الخير، عاملين ايه؟ معاكم احمد سامي، بروكر ايجيبت. احنا النهارده في مشروع دار مصر، معانا واحده مميزه جدا حابين نشوفها مع بعض دلوقتي. المشروع ما شاء الله، الله اكبر، ساكن وعايش بالفعل، في ناس عايشه. مشروع دار مصر التجمع الخامس من اميز المشاريع اللي بتقدمها الحكومه. انا بصور لكم المكان ده ليه؟ لان ده المكان اللي الفيو اللي بتبص على الشارع هي في العماره. نطلع دلوقتي نبص على الشقة. إن شاء الله الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. هنا كده عند مدخل الشقة، أول ما نخش عندنا حمام للضيوف. بعد كده عندنا تراس على الواجهة. الشقة ما شاء الله بحري صرف، كل الفيو بتاعها على الواجهة، واخدة ناصية. عندنا هنا كده سرعة التوزيع. أول حاجة بتقابلنا مطبخ، مطبخ ما شاء الله كبير جدا. بعد كده عندنا غرفة على نفس الفيو، تفتح معانا على نفس التراس بتاع الريسبشن. دي كده الغرفة التانية. دي الغرفة الثالثة الماستر. شوف الفيو الأول. وده كده حمام النصر. طبعا شام، احنا شايفين شام مميزة جدا زي ما قلنا كده، هي بحري بالكامل وقدامها في افضل فيو، يعني منطقة اللاندسكيب المعمولة مخصوص للمشروع دار مصر. بصراحة انا اول مرة اخش المشروع ده، ولكنه يعني ابهرني، الشقة دي ابهرتني فعلا. يا رب الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك او سبسكرايب للقناة. شكرا.